من العين للقلب، ومن النظرة الأولى سلبت سيارة جي أي سي قلوب المستهلكين في الشارع البحريني، وعززت مكانتها كأفضل سيارة صينية في العالم من حيث جودتها وتصميمها الأنيق ومستويات الأمن والسلامة، إضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة. طبعا سيارة الجي أي سي تتميز بكل الخواص الموجودة في يعني كسيارة خليجية، تتمتع بالسرعة، تتمتع في الدقة، في القيادة السليمة، ولو تكلمنا عن الكابينة من داخل يعني فخامة ورحابة، يعني سيارة واسعة، سيارة فخمة، وفيها كل المواصفات اللي أي شاب يتمنى أن يمشي السيارة. وتتميز في خواصها المتانة وصرفها للبترول. إحنا اليوم نتكلم عن البترول، السيارات الثانية تصرف وايد بترول، بس لا، الجي أي سي محافظة. So I saw there's so many options in the cars and which is in the reasonable price. So we used to get one of one and choose for the driving. So I took one trial and based on my capacity I choose one GA3 and it's awesome driving and interior I would like and the shape of the car is just like superb. So basically it's worth for us to get one option, so many options in the budget price. So it worked for with me and I love it and it's really awesome. And my family and myself, I like drive GA C. That's my, I choose it and it's nice. طبعا انا اخترت السيارة الجي اي 3 اختيار كنت مقتنع منها جدا. اولا كانت يعني جديدة على البلد ووصولها البحرين، وشفتها من جميع الجوانب صراحة، حسيتها اقتصادية، حسيتها عائلية، وهذا اللي خلاني أميل لها أكثر. بعد زيارتي للمعرض أكثر من مرة خدت قرار إنه خلاص يا زمان أخذها، بخصوص سعرها جدا مناسب ومتماشي ويانا يعني صراحة، يعني الكل يقدر ياخذها ان كان عائلي يعني صاحب عائله او كان عزاب او مبتدئ توه في عمل ويبي يبتدي حياته. انا ارشحه انه ياخذها كاقتصاديه له. اخترت هذه الشركه للامانه لانها بالنسبه لي الافضل. جيت بشكل السياره الخارجي والداخلي كجمال، من كذا اخترت هاي السياره. وعلى الطريق بالنسبة للسيفتي لشكل السيارة، وبالنسبة للبنزين يعني جدا غير مقنع، يعني أحسه اقتصادي أفضل من كانت من السيارة اللي كانت عندي كنت أمتلكها. وبالنسبة لوساعة السيارة سهلوا علينا أشياء واجد، أزرار صارت في السكان. جيت الشورم هني وشفت سيارة الجي اس 5 الجيب، عجبني جدا لأنها جيب كبير وعائلي، داخلها وسيع ومريحة جدا السيارة. أول شيء طبعا جبت عيالي انعجبوا فيها للسيارة، جبت أهلي يعني زوجتي وأم عيالي وعيالي عجبوا السيارة، مريحة جدا، تمشيها مريح جدا في الشوارع، في الشارع مريحة بعد كتكنولوجيا. اللي عجبني زود في السيارة ضمان السيرفيس ماله، ضمان التمشي ماله جدا معقول جدا، وضمان الصيانة وكذي ممتاز جدا. وأنا أشجع ربعي وأشجع الناس اللي حوالي إن شاء الله يشتروا هالسيارة، وأنا مرتاح وأحس الكل مرتاح من السيارة بعد. شكرا جزيلا، çok teşekkür ederim. Araba çok güzel. GS5 araba çok güzel.